وصلت مملكة البحرين تسجيل انخفاض في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 70 حالة قائمة جديدة، منها 12 حالة لعمالة وافدة و53 حالة لمخالطين لحالات قائمة، إضافة إلى 5 حالات قادمة من الخارج، وفي حين لم تسجل أي حالة وفاة خلال اليوم. فيما أعلنت وزارة التعافي 84 حالة إضافية، ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 637 حالة.